هنا انا كلمتكم على المضرب الدونيك، كنت طبعا مشتريه وكنت فرحان جدا جدا بالمضرب، لكن اتضح لي ان هو سيء جدا. المضرب اتقطع بعد اول جيم، في اول جيم مش بعد اول جيم. وبعدين انا لما اشتريته كان مكتوب عليه سرعه وروتيشن وحاجات كده كتير عنه، ان هو عن الامكانيات بتاعته. بصراحه المضرب سيء جدا، واليد بتاعته بتتزحلق من الايد بسهوله، ومش قوي نهائي وبطيء. يعني هو كاتبين عليه ان هو سريع وان هو اتاك اوف بلس، لكن هو حقيقه المضرب سيء جدا جدا. ثمنه تقريبا $80 اعتقد، في بعض الاماكن هيبقى اغلى من $80، لكن المضرب شكله اجمل من ادائه. المضرب كعموم لما بتمسكه، ايا كنت بتمسكه الشيك هاند الشيك جريب، ولا بتمسكه اي جريب زي انت عايز، لكن هو مش على المستوى خالص. انا حبيت اوضح ده في الفيديو ده النهارده، عشان انا قلت لناس كتير ان هو حلو، لكن انا بعد ما جربته صراحه سيء جدا فوق ما تتخيل. انا كنت مبسوط باسم دونيك، دونيك اسم رنان، وانا كمعلوماتي في التنس عرفته هنا، عرفت الدونيك هنا، لكن لما جربته بطيء جدا حتى للمبتدئين ما ينفعش. لكن هو كديزاين جميل، لكن كاداء اعتقد ان انا هشتري غيره، لانه مش هينفع، لانه في مضرب ممكن يزود من مستواك وفي مضرب يقلل من مستواك. المضرب ده حقيقه بطيء جدا وهيقلل من مستواك. لو انت مستواك كويس ده هينزلك. هو الرابر بتاعه ضعيف جدا جدا، كل ده انا ما بلمسش الترابيزه تقريبا، لكن هو ما بيستحملش الكوره، الكوره ما بيستحملهاش طبعا. يعني شيء مغزي. انا افتكرت اسم دونيك ده ان هو اسم كبير وحاجات زي كده، لكن حقيقه ما انصحش اي حد يدفع فيه فلوس خالص. جرب براند تاني. يعني انا هجرب ستيجا، وهنبقى نشوف هنعمل ايه في الريفيو بتاعنا بعد ما نجرب ستيجا. سيو.